السلام عليكم ورحمة الله. شاهد تساقط أمطار على حفر الباطن وجريان السيول بعرارة. في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات من الأمطار على حفر الباطن وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة، كما جرت السيول بتل العمايرة في محافظة عرعرة بمنطقة الحدود الشمالية، حيث أوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف جرت السيول والأولية في الحدود الشمالية نتيجة للأمطار المتساقطة منذ أمس. وفي الختام نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمنا ولايك للفيديو. 24,000 ما شاء الله تبارك الله. هذه الغصن القديمة أبو عبد الرحمن. اللهم لك الحمد والشكر. تصوير خالد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير. اللهم لك الحمد. أمطار محافظة حفر الباطن، اللهم لك الحمد. اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022. أسأل الله يجعلنا متبوعا غير مقطوع يا رب العالمين. تصوير أخوكم نيفا الدليمي.